السلام عليكم. وعليكم السلام. قل لي يا عمر، أقصد أيها الأمير، بما نفورك مني هذا وما بيننا يدعو إليه؟ أترى هذا؟ بل بيننا ما يدعو إلى أكثر من النفور. فما هو؟ إنك يا حجاج ظلوم غشوم حقود كذوب حسود لدود. أقر لك بثلاث وأنكر عليك اثنتين، فإني كما قلت حقود لدود حسود وأقر بها، لكنني ما كنت كذوبا وما كذبت قط، ولست بالغشوم، وإلا ما بلغت عند أمير المؤمنين هذه المنزلة. فإن تصر عليها فكأنما تسيء الظن بتقدير أمير المؤمنين. أهملت واحدة فلا اعترفت بها ولا أنكرتها. الظلم، لأن الظلم والعدل والشدة واللين والقسوة والرأفة كلها بنات ساعتها، فألبس لكل حال لبوسها. وإنك أكثرت من ظلم الناس وقسوت، فإلى متى تقتل الناس؟ إلى أن يقروا بالطاعة ويلتزمونها، وإلا فأقتلهم بعصيانها. أما غير ذلك فإنها فرية يفترون بها علي. والله ما كان افتراء الناس بأشد وطئا من افترائك على الناس. اسمع يا حجاج، إن الدماء التي تسفكها ستفيض بك يوما، فتحاصرك وتحصرك وتغرق فيها. عندها لن تجد من ينتشلك.